أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك.